كافيين معكم عالم الصباح، وحاضرة معنا صارت جين بالاستوديو لنحكي عن فرع الجديد بعبدة. واكيد من قلة الف مبروك لانه كتير حلو، امبارح رحنا زرناه ورح تعرفوا اكثر تفاصيل عن هذا الموضوع بخصوص الجمال. صباح النور، شو كان حلو هالافتتاح؟ يلا انا بدي اعمل معك بدي ابلش منجود يعني كثير حلو، اسم الله اسم الله، عن جد رائع. والاسباس ما معوش حلوه، كثير كبير، بدي اقول لكم عن جد كثير كبير. كثير بلاد سافرنا فيها امبارحه، من لندن، باريس، حتى تركي، لانه كان في تركيش باث. يس، هيدا احلى بارت انا شفته. هاو كيوت، بعقد كثير حلو. اوكي، وفي فيو بسطل حتى على السانست، رائع. موناكو هيدا اسمه موناكو ريلاكسينج اريا، رائع. هي من بعد ما تنحسب عملتي ماروك، يعني التريتمنت اللي هو الغسول والحمام والماد والسونا، اخر شيء بعد ساعتين يفركوا فيك ويغنجوك بالديتوكس. في عنا طاول بتفوتي على السونا، في طاول بيعطوك اياها كلها روايح تحطيها على بشرتك، بيعطي اكلها كثير حلو، بذات الوقت بتنعش بقلب السونا. ها اختراعي، ها اذا بتبرم العالم كله ما بتلاقيه، لانه اختراع تشين نصار. حلو، اخر تريتمون، وتصوري بس كل هالبرمه وكل هالجمال بس بقيمه $150، ساعتين تغنيش، تاهت على مطرح ما قعدته، موناكو اريا، ريلاكسينج اريا، شفتي هالشاز ريلاكسون؟ حلوة، تاخدي مع جرين تي يا ما ديتوكس جوس، كمان من اختراع دايتيشن اللي عندنا، كمان عملوا ريسيرش، ومن بعد ما دقت نص الاشياء اللي بحوالي العالم، حبيت ديفرنت تيست، بذكروني بهالبلاد. عشان هيك ما في لزوم تسافري. خلص، بس بدنا نسافر بنروح لعندي بنروح عند جين على الانستيتيو. بس الف مبروك، كثير حلو، وعن جد كلهم كانوا عم بيقولوا نفس الشيء، ورائع وهيك بيفتح القلب. هلا انا اللي اكثر شيء حبيت، اكيد هلا عم نستقبل الاتصالات، اللي بحب يزورونا حيطلع لهم كادو من عندي من بعبدة، لانه التيزينج كثير كثير قوي. كل حدا منك وكل اللي اجوا وكل جروب فيوتشر تي في، لما غيدا، كل زينة جنبي عملت معها مقابلة كتير حلوة، وكمان بتسفركن بكل الايفنت، بتحسي انه قديه عم بطلع احكي عن بعبدة، بيقولوا لي ما عم تعطي قيمته بالحكي، يعني هو اكتر وقت تروحي وتزوري وتشوفي. انت هيك كمان حسيتي؟ كثير حلو عن جد، بس من اول ما بتفوتي بتعملي شوك انه واو، في من عده بلاد تريتمانات، وكل غرفه في البنوت اللي عم بتفسر لنا شو هو نوع التريتمان. وانت اليوم كمان لازم هيك ترجعي تنقلي الصوره للمشاهدين لحتى يعرفوا شو في انواع، بتصور كمان في تنوع اكثر من الانستيتيوتات الباقيين، اذا كان صيدا او يلي بالجمعيه ديفرنت، في اساس جديد. بتعرفي أنا مثلا من خبرتي 25 سنة سفر حول حول العالم، بعد في بس البرازيل إن شاء الله إن الله راضي. لا كيف قطعتيها ما بعرف. لا ما هو جوزي تركها خاتمة، يعني عرفتي حلو بعد 15 سنة جايزة يعمل لي شيء بعد ما عملناه. يلا قولي له الشدة. برازيل لا كرنفال حجزنا وجايبت لهم كمان، وإن شاء الله إن الله راضي حقدر صور هونيك ديفرنت سبا وتريتمنت، حتى في حكمة دكتور رضوان مشموشي بيشتغل معهم، يمكن اقدر اخذ انترفيو من هلا، عم نحضر وحيكون يعني بمي حلقات بيطيروا العقل. شو اذا غبت عن الشاشه شوي بنعرف وين بتكوني، برازيل ما هيك؟ ايه في اتصالات. جين بدي اقول بس للمشاهدين اذا بيحبوا يتصلوا فيك اكيد لاي استفسار، كمان فيهم يتواصلوا معك على الارقام اللي عم تقطع على الشاشه. بدي اعرف، خليهم يعرفوا كمان المشاهدين شو انواع التريتمان اللي موجودين، وشو اكثر شيء بتشددي عليهم وبتنصحيهم فيهم. بس قبل خلينا ناخذ اتصال. اوكي، حنان، صباح الخير يا حنان. الو، بونجور. يا اهلا حنان، تفضلي، جين عم تسمعك. الو، بونجور حنان. الو، ما عم بسمعكم انا. بدك تسمعينا من التليفون؟ مش من تسمعينا من التليفون. الو، من التليفون مش من التليفون. ما بعرف اذا انتم عم تسمعوني، انا ما عم بسمعكم. بلا، عم نسمعك. عم نسمعك. اوكي. ايه على التليفون، ما هيك؟ ايه. نعم. على التليفون. شو سؤالك؟
الو ما عم بسمعكم. حط الصورة علي بس لحظة. قال بس بدنا نحكي معها من غير كلام. اشارت. شو السؤال؟ شوفينا على التي في بس شو السؤال؟ طيب ناخذ فرح. صباح الخير فرح. الو؟ ايه فرح عم تسمعينا؟ ايه عم بسمعك. يا اهلا تفضلي. جين معك. فرح شو العيلة؟ فيني احكي مع مدام جين؟ عم تسمعي. شو العيلة فرح؟ فرح مرعي. مرعي. من الشمال. ايه مرعي؟ من الشمال. من الشمال. مرعي. بعرف زعلانين مني اهل الشمال، انطروني بس سنة حتى كل شيء يكون بيرفكت، وان الله راد يعني هلا عندي 5 فروع بدي افتحها بلبنان، هيدا حلمي. سو عنا شمال واكيد في عنا يمكن كمان من هلا لسنتين بمنطقة كثير بحبها. سو ما حقول هلا. خليها سربريز لبعدين. سربريز. طيب فرح شو سؤالك؟ ايه ناطرينك يا ريت يا ريت. حبيبتي. في شيء بيهمك تعرف؟ انا بنتي عملت عندك الاي بي ال. اوكي. اوكي. كيف كان الريزالت؟ ان شاء الله كانت مبسوطة. مبسوطة منه كثير منيح وهيك. وين بأي منطقة؟ اللي عم بيصير انه في حبوب شوي بوجع عم بيعلم. في عندك لها شيء هيك حل تريتمون؟ هلا الاي بي ال هي عملت بمنطقه بوجهها يا ما شو اسمها ما عم تسمعنا هي اليوم بالاثنين عملت بجسمها وشوي بدقنها وريزالت ريزالت كان كثير منيح. اوكي هلا بالنسبه اول شيء بالنسبه للاي بي ال صار عندنا شيء جديد اللي هو قد ايه انبسطت المدام وبنتها. في عندنا شيء اسمه اتش ار دي بيجي مميزه بصيدا وبعبدا بيطير العقل يعني بتعوزي سيونسات اقل الريزالت اسرع ما في وجع اكيد وبذات الوقت اذا حتى لو مسمره هلا بعد الصيفيه اسمريتي فينا نشتغل بالرياحه بدون ما نحرق. برافو. سو كثير مهم الحمد لله بحياتنا ما حرقنا. سو هيدا شيء جديد بمناسبه افتتاحيه بعبده. بالنسبه للبنوت بدي اعزمها على جميزه نعمل لها تريتمون خصوصي للاكني وللحبوب. هلا بهيدا التريتمون اللي هو إيه انا بقدمت لها اياه كادو هو قيمته تقريبا 60 دولار، اذا حسينا استفدنا نحن بنعلمها كيف تهتم ببشرتها بالبيت، كيف تغسل، كيف تحط الكريم، اذا طلع لها حبه، في دواء يمكن حقه شيء 20 دولار بتحطه على الحبوب بثلاث ايام بنشف وما بيترك ولا اثار ولا احمرار. سو حنهتم فيها وبلس اذا طلع عندها بوسي اكني يعني بشرتها اكنيك ساعتها ما قلنا غير دكتور رضوان مشموشي والبي ال دبليو اللي هي بجلسه واحده ببطل عنا ولا حبه بدون ادويه بدون مشاكل والتريتمون شهر واحد بيصير وشها بجنن. اوكي رح ناخذ كمان اتصال من سونيا. سونيا صباح الخير عم تسمعينا؟ اذا ممكن يا اهلا بس اذا ممكن تسمعينا من التليفون مش من التلفزيون حتى نقدر نتواصل بليز تفضلي. سونيا شو العيلة؟ عم نسمعك. بونجور سونيا شو العيلة؟ سونيا حداد. حداد اهلا وسهلا. كيف فيني افيدك؟ شو سؤالك لليوم؟ صوت خفيف ماني سامعتكم من الابارات. عندك سؤال تسألينا اياه حتى طب نرجع هلا وبتتابعينا هيك على التي في؟ الو تفضلي. شو سؤالك؟ السؤال عندي تحت العين تحت العيون شوي انتفاخ. اوكي. وعندي شرايين بخدودي شرايين صغيره. اوكي. بحسهم ظاهرين يعني انا بغطيهم بالفون دو تان. مظبوط مظبوط. فيك تتابعينا على التي في حتى هيك نفسر لك، اوكي؟ وميرسي على تليفونك. هلا بالنسبه لمدام سونيا، الانتفاخ تحت العيون بيجي من وراء تعب. نحن عنا بلبنان كتير في رطوبة وأكيد تعب ورطوبة بيصير في تنفخ. الحمد لله تتشوط عمري 48 سنة ولا مرة صار عندي إلا لا سمح الله واحد بيبكي بيصير عنده وفاة بيصير عنده طبعا. يعني عاها والإشياء بيصير في انتفاخ.
سو نصيحتي لإلك، انا حقدم لك تريتمنت فيك تنقي جميزه صيدا يما بعبده، اللي هو ايزون تريتمنت، بخفف التلفخ، بخفف التجاعيد، بخفف ترهل تحت العين وفوق العين. سيت ان تريتمون بيطير العقل. هلا هو قيمته 50 دولار وتريتمون بياخذ 45 دقيقه. بجنن، بتحس قيمت ولا احلى من هيك. هلا نصيحتي لكم لكل الستات اللي عم يحضرونا، وهيدا كان سؤالكم اليوم انت ولما كرمال العمليه او ضد عمليه، هيدي العمليه الوحيده اللي انا مع 100%. يعني وقت يكون في تنفخ، وهيدا بنصحه لكل الستات اللي بيجوني انه صار لخمس سنين في تنفخ، صار بوش مش تعب، صار دهنيات تحت العين، مجبورين نروح على البلاس على عمليات التجميليه. نعم. وبلاس عنا بلبنان صاروا بيعملوها مثل الواحد بيقولوا عيونهم مسكرين، الحكمة كثير شاطرين بلبنان. صح. ما عنا مشاكل ابدا، الحكمة بيطيروا العقل. مزبوط. سو بنصحهم فيها، تكلفتها ابدا مش غاليه، وكل العالم مقدور، وبتصغركم، تحسي بتطلعي بالمرايه بتقولي خي قيمة الصبح مرتاحه، مش كل النهار بيقولوا لها ياي ليه تعبانين عيونك، عن جد هيدي بتزعج. نعمة هي. بتزعج. يلا خلينا ناخذ اتصال من لينا، لينا صباح الخير. هلا بونجور. يا اهلا بونجورين، تفضلي. فيني احكي مدام جين؟ عم تسمعك. لينا من بيروت، شو العائلة لينا؟ لينا زهر الدين، بس بليز ما سامعة كثير. ما عليه، التليفونات اليوم مش ظابطة. بسمعك سألينا واسمعينا على التي في، مضبوط. ايه مدام انا بتعرض كثير للشمس. أوكي. بنزل على البحر كثير، صار ما عندي اكله بوجهي، ناشف صار شوي. اوكي. ايه شو بدي اعمل؟ اوكي يلا اسمعينا على التليفون على التي في. هلا لينا، انا نصيحتي لك مثلك مثل كل الستات اللي انبسطوا بالصيفيه، اخذوا برونزاج، عملوا تانينج، وبلس راح الرونق والجلد تعبت. في شيء جديد كمان جبته من امريكا اسمه سوفت ديرما برازيون، هيدا شيء جديد لانه بنسمع بالديرما برازيون اللي هي اباري بتشلنا كل هالخلايا الميته، بتجدد البشره، هيدا لا، بدون هالاباري صار في تريتمنت نوع من البيلينج مع اباري مع فيري سوفت، بخلي البشره يعطي رونقها. هيدي مقدمت لك اياها كادو، هي بقيمه بس 100 دولار. هلا لكل اللي محبين بلا ما يزعلوا الكل، جميزه وصيدا وبعبده مع كل هيدا تريتمون بقيمه 100 دولار بيطلع لهم نص ساعه مساج للرقبه والكتاف. دخيلكم شو حلو. سو نصيحتي لإليك تعملي هيدا تريتمون. هلا لكل اللي تعرضوا للشمس وصار عندهم بقع ببشرتهم، مجبورين نعمل اف اي 3 اللي هو بيصغرنا، بيشلنا الكلف بالبشره، بيشلنا التشات بالبشره، بيعطينا رونق. كل الصور اللي كانت لما عم تحكي عنه بدون ميك اب بيطلعوا بيطيروا العقل، لانه انا كل صوري وكل الاسبوع من عدا وقت اطلع على التي في يا ما يكون عندي ايفنت بحط ميك اب، والا ماكسيموم اي لاينر وشفاف روج ليفر، ولا بلاش ولا فوندوتان ولا باودر، عمري 48 سنه. بسم الله عليك. سو نصيحتي لكم مثل لما ما تحطوا ميك اب، اهتموا ببشرتكم. انا اخر اتصال معنا بس دقيقه. لا لا فيني ايه، بس بدي لحق قول كمان كلمتين. يلا قولي. قبل الاتصال يا ما بعد الاتصال؟ قبل الاتصال تفضل. هلا في كثير ستات ما لحقوا الاتصالات، نصيحتي لكم تحطوا الساعه 6 على صوت لبنان 93.3 93.3، عنا نص ساعة نستقبل اتصالاتكم مع كادويات مع ريما صيرفي، ما بتعتم مع ريما. ما تنسوا بكرة الخميس في حلقة مميزة من بعبدة على الفيوتشر تي في الساعة 10:30، انطروها لأنه نهار الجمعة مين بيبعث لي على الفيسبوك على البيج بيطلع له كادو، مين اللي بيبعث لي شو كان الحلقة، بس ما تعملوا كوبي بيست. 100%. رح ناخذ اتصال ولا ما بنلحق؟ يلا زينب بناخذ اتصالك على السريع، تفضلي. الو. يا اهلا تفضلي. الو بونجور. بونجورين. زينب شو العائلة؟ العرب. 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 حبيبتي. تفضلي مدام زينب. حبيبتي انا بعمل نتواياج عند حضرتك. ايه. بالعياده عند جميزه، وبعمل
تريتمون هيك، بس دغري دغري بشرتي عم تنشف. أوكي. وباخد كريمات. أوكي. وعندي هيدي البوش اللي حكيتي عنها تحت العين. قديم البوش؟ ايه قديمة، رحت عند دكتور تجميل قال لي ابدا. ما عم بسمعك انا. اذا قال لك ما بتنعمل معناتها بعدها اولا، معناتها فينا نعمل لها تريتمون بالايزون. اوكي. اللي حقدم لك اياه انا. اوكي. نعم. في عنا شيء دائما كمان بعد الصيفيه بتنشف البشره. نعم. اسمها ادرا درمي، جميزه وصايده وبعبتها. نقي مطرح ما بدك، بس بنصحك تجربي بعبتها هيك تشوفي كيف. انا قريبه للجميزه لعندك. والله فشخه من الجميزه لبعبتها فشخه. سو anyway مطرح ما بدك، نحن الكادويات اللي بنقدمها على التي في وبالراديو وعلى البيج دائما بيكونوا مطرح ما بدكم، الثلاث فروع باسمي. طيب حبيبي شكرا لاتصالك صديقتنا. اما هلا بدي اتشكرك اكيد لانه خلص وقتنا، بس بكره رح نرجع كمان نلتقى. بكره حلقه سبيسيال نلتقى فيكي على الساعه 10 ونص بالليل. بالليل ان شاء الله. ونهار الجمعه كمان في حلقه سبيسيال كمان من بعبده، حتى ما كتير يعني اللي مش قادر يروح، وبعرف كتير في عم بيحضرونا من برات لبنان، نعرفهم لانه اكيد جايين على كريسماس ونيو يير وناطرينهم تنغنجهم ان شاء الله مثل ما هلا عم نغنج الكل. جود لك اكيد للفرع الجديد. وخلينا هلا نتوقف مع فاصل اعلاني، وبعدها تنضم مايا بولاده بالدنيا ونحكي عن النوم الفجائي عند الاطفال.